تعالوا اقول لكم ازاي عملت اسرع والذ واسهل صينيه فراخ. ثلاث بصلات، هضيف عليهم شويه بهارات هكتبها لكم في الكابشن، وادعك بيهم البصل كويس قوي، واضيف الفلفل والطماطم، ولو فلفل الوان كمان مش هتقول لا، ومعلقه من دبس الرمان والستاردا والصويا صوص والكاتشب ومعلقه زيت. نعرفهم على بعض كويس وتبدا الخلطه جاهزه. نحط بتاعها في صينيه وعليهم فرختنا الشقيه، ممكن نرص تحتهم شرايح بطاطس، والتلت التاني نحشي بيه الفراخ، والتلت الاخير فوق الفراخ وعليهم الصوص اللي نزل من الخلطه، ورقتين لورا وكوبايه ميه، ونغطيها بورق الزبده ورق الفويل وندخلها الفرن ساعه وربع ساعه مكشوف عليها. وده الشكل النهائي، والطعم حدوته وبألف هنا.